الصيفية قربت دق البواب، والصيفية بترافق معها خصوصا الطقس الحلو. كثير من المناسبات بطليعتها الأعراس، لحتى نحكي أكثر شو دارج هالصيفية، كيف ممكن أنكم تختاروا، وخصوصا الأشياء اللي ممكن تتقدم من شوكولا وزينة وغيرها. معنا باستوديو عالم الصباح السيدة أولغا هندي، مديرة العلاقات العامة بباتشي داونتاون. صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا فيك كمان مرة عنا. رح بيكون سلسلة لقاءات حتى الناس تشبع عن جد وتعرف وتتنور أكثر، إن كان عن الألوان أو عن اختيار حتى أنواع الشوكولا يلي ممكن أنهم يستعملوها بأفراحهم والأعراس يلي إن شاء الله تكون كثيرة هالصيفية يا رب. إن شاء الله إن شاء الله. أهلا وسهلا فيك كمان. خلينا نحكي لكان شوي، نبلش من يمكن الزينة. واحد بشوف وبياخد هيك أفكار حلوة بس ما بيعرف ينقي بالأول يمكن حبة الشوكولا. شو بنقيك؟ شو الأنواع يلي بتكون موجودة؟ هل بيروح شوي لأشياء مش كلاسيك أو لا بيضل بالكلاسيك لأنه منقول أنه هيدا عرس وبركي الناس ما حبت؟ هلا بالنسبة لحبة الشوكولا، حبة الشوكولا بتعرف من مبدأ نحن عادة أنه عملية التصنيع للشوكولا اللي بهمنا كتير، وهو أطلق ماركة باتشي مش بس محليا وعالميا، يعني ب 28 دولة، 150 فرع دول عربية، بباريس، بلندن وغيرها من البلدان. هي أطلقت ماركة باتشي من طعمتها، كل الناس بيجي من برا، قد ما في فروع من برا بيجي بيقولوا لنا بيعرفوا فينا، يعني بيجي لعنا على لبنان بفوتوا هالاجانب او المغتربين اللبنانيين جايين على باتشي بيعرفوا باتشي من برا لجوا، كيف لكان من جوا لبرا قد ايه بده يكون في شغل على هيدا. هلا بالنسبه قد ايه بنشتغل على الحشوه، كمان في عنا اساس ثاني هو اللي بنشتغل على برا لنجذبك كمان على الموديلات، على التصاميم، صحيح، على الاشياء الحلوه. هالجروب المختص بيشتغل تيعطي فكرته تيقدم تشكيلته، ببلش من قبل بسنه دراسه، ما هيك دغري بتوصل الكوليكسيون تتنعرض عنا وتتقدم لكل الاذواق. بدها شغل، بدها دراسه، صحيح، فتره سنه. كل شيء ما بيقدمه باتشي بده فتره سنه دراسه، من بعد ما يتوافق على كل الافكار اللي انطرحت، على الموديلات الموجودة، على السوفينير اللي بينحطوا، ببلش هون دور الاتوليه ببلشوا يشتغلوا ويطلعوا، يعني اول شيء اكيد بيطلع باكزامبلات حتى الناس تعرف شو بدها وتختار وتنقي. ما هيك هي الكوليكسيون بتنزل اكيد سوفينير، بينزلوا سامبل على الهيدا، وبينزل حبوب العرض تنعرض عندنا. احنا حبة الشوكولا هي جوهرة عندنا، بتنعرض مثل فعلا. انا معك 100% بموضوع الشوكولا 100%، ما في اي مشكله. بتنعرض ولما بيندرس على كل الافكار بتنطرح وخلي بيتوافق عليها، ببلش الاتوليه دوره هون على ايدي اختصاصيين مصممين حرفيين. هون ببلش التنفيذ بطريقه اللي تعطوا الاجمل والاحلى كل سنه من سنه لسنه. اكيد هالحبه الشوكولا يلي عم نحكي عنها مثل ما قلت من جوا لبرا، يعني في يختاروا جوا شو بدهم وفيهم يختاروا برا شو بدهم. اليوم يعني اللي طاغي على اللي موجود معنا وعم نشوفه هو هاللون هيدا الاوف وايت هيدا مع الاحمر. او انا اول شيء هيك وقت عم بفوتون على الاستوديو، احمر ليش احمر؟ فيهم يروحوا بهالالوان هيدي الصيفيه دارجه؟ اكيد، يعني لما بدك تبلشي تعرضي كوليكسيون تبعولك بده يكون في عندك من جميع الاذواق، من جميع الالوان، تقدري كل الاراء. اليوم نحن عندنا بالاستوديو حاطين الاحمر، الاحمر اللي فيك تاخذيه كلاسيك وفيك تاخذيه مودرن، نحن اللي منزلينه بالورد المودرن. اذا بتلاحظي في عندنا على الطاوله الصينيه المودرن والصينيه الكلاسيك. خلينا بس حتى نقدر نفرق بيناتهم، صينية المودرن اول وحده اللي هي تصنيعنا، مزبوط، هي تصنيعنا من فضه. كنا بالاساس بالبدايه كنا عم نستعمل الكلاستيك العاديه، هلا رجعنا كمان لنفوت نرضي العروس المودرن، نزلنا لها صينية الفضة المودرن تتكون مرتاحة أكثر. هاللون الأحمر في كتير أشخاص بحبوا القوة، الجرأة، يكون شيء قوي بعرسهم، بيتبع لون الورد لألون. نازلين لون كمان الوردة، إذا بتلاحظي قد إيه اللون قوي، قد إيه هي ناعمة الوردة، قد إيه الشغل فيها ناعم، قد إيه فيها إليغانس، قد إيه فيها نعومة وسمبليسيتي وفيها إليغانس بنفس الوقت.
هيدا نحن بنتبعه بكل شغلنا بباتشي وبكل الكوليكسيون اللي بتنزل، بينما هون على الطاوله الثانيه في عنا على رواق اكثر، على رواق اكثر. في عنا اذا بتلاحظي مش بس من نصنع الفضه، بنصنع صواني الجلد بمسكات فضه. شوفي طريقه العرض اللي تغيرت السنه، وهيدي هي الموضه السنه، صينيه الجلد طريقة الصف تغيرت. إذا بتلاحظي صارت الزينة بقلب الوردة، يعني وردتنا هي مزينة الصينية، وعاملين كونتراست بين أول صينية وثاني صينية بينعرضوا مع بعضهم بالألوان، باللون الدرجي، بالوردة الحلوة اللي موجودة اللي هي مزينة الصينية، بس تطلع فيها بتجذبك لها بدون ما تحسي. هيدي طريقة جديدة كمان اعتبرناها السنة ونزلناها بصالة عرضنا. في كتير أفكار جديدة بنتمنى على الكل ينزلوا يشوفوها. في الكين الكوين كمان نزلنا، كمان في افكار كثير حلوه كل سنه بتعرفي تتجدد. في اشخاص بتسافر بتجيب كل شيء ما في بالموضه دارج، كل شيء جديد، كل شيء تنرضي كل العرايس، كان كلاسيك ولا مودرن. بدنا نرضي العروس والعريس بنفس الوقت، ما نرضي العروس ونرضي العريس. نحن دائما مثل ما بنرضي العروس ما نرضي العريس. لا اكيد العريس له رعشه كبيره، في اميات ما عندهم الا صبيان، يعني كمان بتقول انه انا كمان بدي احط لابني، مثل ما بتكون الاميه عامله للعروس كمان. بتجي بنعطيها افكار، بيكون في الوان للعريس مختص فيه، في ديسبلاي كمان للعريس حلو، في هلا دارج كثير هو السيجار اللي هو موجود هون، هيدا السيجار صار ترندلي، كل الشباب عم ياخذوه بحطوه بسفرتهم، في منهم بنحط لهم ديكار مثل حبه الشوكولا، وفي منهم بنعرض لهم اياه بطريقه كثير حلوه على طاولتهم، بقى كل شيء موجود كان للعريس ولا كان للعروس، كل شيء موصف فيه مثل ما هو لازم. بينطلب انه يكون في تناسق يعني بين بيت العريس وبيت العروس، او لا بفضلوا انه كل واحد ياخذ هيك خصوصيته والوانه المختلفه؟ لا فعلا العريس بيكون الوانه مختلفه، ديسبلاي مختلف له، والعروس كمان بتعرفي بيبقى في ورد اكثر، في شغل اكثر للعروس، بينما العريس في الشمع عند العروس موجود وعند العريس موجود، بس بيختلف عند الاثنين طريقه كيف المحطوطين الالوان واي كيف الديزاين تبعه. رح نشوف شويه كمان صور نحن هيك نقدر نعلق عليها وتفسري لنا عنها. يعني اللي هون التام الموجود هو التام الاحمر، واللي نحن بنتبعه كل شيء. اذا ملاحظين عنا بصالتنا كل تام له ذوق. هلا مثلا مبين على العرض، هيدي طريقه العرض هون، ليك الكوين كيف محطوطين الدراجي فيه اختلف كليا عن غير تام. كل عروس في لها سحره، في لها ذوقها، في لها طلبها. اذا ملاحظه هيدا الطابق منه ليه كله لا افكار ولا ذوق كل عروس بنرضيها. الارتيكل بيختلف كيف بنحط لها اياه، ليك هول كوينز شو حلوين اللي بيكون فيهم الدرجه، السوفينير بيتبع كمان مع لحس السيجار كيف محطوط باي طريقه، كله بيتبع بعضه. هلا ليك هون المودرن، الورد المودرن مع التري المودرن الفضه، هول الجلد المارزيبان اللي نحن دائما بنحط مع الضيافه، مارزيبان، عراميش، نوغا، ملبن، فاريتي كبيرة موجودة بباتشي. لازم كل شخص يشوف شو نحن منقدم وشو عنا أفكار. وهيدا اللون الأحمر يلي عم نشوفه هون، لون الأحمر اللي موجود له السوفينير لإله، له الديكور لإله، اللون العلبي بيتغير. هاي الكوليكسيون تبع الصواني عم تنعرض على اكيد بدهم يبلشوا يعني قبل بوقت يقرروا. ايه بدهم يبلشوا قبل بوقت، بدهم يشتغلوا تحضير، وتحتى اذا مثل ما عم تقولي كل حبه بدها تنعمر يعني ينعطاها هالقد حقها، فاذا بده يكون في شويه وقت ينعطاكم. ايه هلا نحن بالعاده بيكون في ست ايام، ست ايام لتعطي العرس العادي، بينما اذا بيكون في سير كوموند وبدنا نروح على بيت العروس وبدنا نحقق لها شو هي بدها وشو عندها، اكيد بدها تعطينا شويه وقت، لانه نحن اذا مشينا اذا بتلاحظي هون على الشاشه في عنا تام البحر، تام نحن مسمينه تام الابيض الاليغان، اللي هو بينعرض انه اندور او دور جوا وبرا للعروس. في عندك الورد، الحيط الورد هيدا، يعني نحن بالديسبلاي العالم بيجوا عم بحبوا، شو عم نعمل؟ عم بحبوا ينفذوه كمان ببيتهم. شو ما عم نعرض، حتى ما ضروري اشتغلنا بالورده وبحبه الشوكولا، شو ما عملنا عرض، شو ما عملنا حطينا، حتى على الحيط شو ما كان عندنا زينه
العالم عم بتحب وعم تروح فيها لبيتها. انا حابه نرجع على الاستوديو ونشوف شوي كمان اللي موجودين معنا على الطاوله من نعم. سوفينيرات، ناخذ بعد مزيد من الافكار للي حابب كمان. اليوم السوفينير بيختلف حتى وين عم ينعطى، اوقات بينعطى بالبيت، اوقات بينعطى بالعشاء، اوقات يعني بالاول بالاخر، في كثير صار اختلاف بهالموضوع هيدا، كل شيء طبعا في له فكره معينه. مزبوط. هلا عنا نوعين من السوفينير انا مسميتهم دو كاتيجوري. عنا السوفينير الاساسي اللي هو اللي بياخذوه العالم، اللي هو الاساسي ان هيدا من فضه من تصنيعنا، لكن شو مهضوم هو ان فورم كار من كمان جوا، كمان في حبه شوكولا من قلب، وزينه ال الاكسسوار كمان من قلب. يعني نحن بنصنع السوفينير الفضه تصنيعنا، هلا الداخل الجديد الكريستال كثير العالم بتحبه، داخل كمان في مندخلين الفضه على الفضه، بتعرفي بتقدر تحفري عليه اسم العريس اسم العروس التاريخ تبع زواجهم، اللي بضل ذكرى حلوه كل عمرهم. اللي ببسط فيه انا بجوز بنات لعنا انه بعد عندي سوفينير من ايامنا نحن، وهلا عم جدد لاولادنا، نحن هيدي بنحبها كثير انه نشتغل لانه يضل السوفينير ببيته موجود. للشخص موجود انه هيدي ذكرى حلوه العرس، بنشتغل انه هالقطعه ما انه جبناها هلا وين بدي احطها وشو بدي اعمل فيها، لا نحن السوفينير عنا بيوصل على البيت، بتحطيه بكل بيت وبضله موجود وكل العالم بتحسيه اف موجود وبيستعمل. في اوقات افكار واحد بيتكركب فيها انه وين بدي احطها او شو هي هاي، او كثير هيدا مزبوط. اليوم الاختيار لهالسوفينير موضوع كثير مهم. مزبوط. في لهالسبب عندنا تشكيله كثير كبيره، كان من فضه ولا كريستال ولا بورسلين ولا اشياء امبورتي بنجيبها من برا، كل الـ الاذواق موجوده، شو ما بتحبي كله موجود. بينما في الشق الثاني اللي يستعمل كسوفينير ومهضوم، في هلا بيجوا الويدنج اورجنايزر بيحكوا عنه انه بدهم شيء على الصحن يكون موجود، عملنا لهم قصص كثير حلوه. يعني مثلا انا كنت مره بعرس كان في حبه هيدي الشوكولا، صاروا كل الصبايا حاطين الورده على شعرهم، يعني كان هيدي دخلت من زينه العرس، يعني كل هالصبايا موجودين وهالورده الحلوه. هالورده الشغل تصنيعنا، بتتصنع عنا بيتال بار بيتال، نحن عنا المصنع بيصنع الورد. اكيد كيف تتصنع الورده، تختار بالاول شو دارج ورود بالموسم الموسميه، شو الالوان الدارجه، بيجيبوها على المصنع، بتتنفذ على كل شيء، في ساتان مخمل اورجانزا دانتيل كلها، بتتنقى من ورق الخام، تنقص وبتتنشف تنكوى، كله هيدا بصير بمصنعنا وبتنشغل يدويا. لما بدك تذكري ماركت باتشي بتروحي للشق اليدوي اللي هو الهاند ميد اللي بينعمل. هيدي الورده بقى لما بتنشغل بيتال بار بيتال وبتنحط على يدويا على الريبون، هيدي الا بتكون مميزتك طبعا. خصوصا طبعا مش عم ننزل نجيب اي ورده في مثلها مليان بالسوق وهيك، بيقدر واحد بدقيقه يحصل عليها. في عندك بتختلف، مثلا في عندك هيدي الورده، هي الورده صرتي على الصحن حاطه حبه الشوكولا، حبه الورده، والملبس عامل لك كانه البيتال تبولا كمان، يعني صار في اختلاف كثير. الورده بتتغير بما انه مصنعنا، بلاقي قد ايه بنقدر نغير بالالوان، ونفس الورده كله بتزيني فيه وبالشكل كمان. هلا كمان في اشخاص بحبوا يكون على الصحن كمان موجود، هي حبه الشوكولا وحبه الدرجة محطوطين كمان. فيك على البي في سي تكوني حاطه اسم الانيسيال او اسم العريس والعروس الدار مطبوعين كمان. في عندك الدراجيل مع البلكسي، هالعلبة الحلوة هون بيختلف، كان ورد كان سوفينير جديد صغير مثل بروش، هيدا البروش المحطوط هيدي كتير حلوة، كله هيدول بتغير ألوانهم لأنه مصنعنا بنعملهم، بتغير اللون، بتغير التكستير، بتغير الكاليتي، كله بنقدر نغيره. بينما هيدي مثلا لك قد تغيرت، في سوفينير وفي حبة شوكولا وفي وردة أون بلوس مستعملة. يعني كيف ما برمتي نحن بنقدر ننفذ موجود. كل شيء موجود عنا. دحين يعني بالحلقات اللي جاية كمان إن شاء الله رح تكونوا معنا بالأسابيع المقبلة، ناخد بعد أفكار عن الألوان. مثل ما قلت اليوم الناس صارت تتجرأ أكثر تروح على الألوان، كنا قبل الأبيض الأوف وايت ماكسيموم يطلعوا على الزهر أوقات أو هيك حتى يقولوا أنه كسروا. الأيامات كتير تغيرت حتى نروح حتى على الألوان اللي هي باستيل، أخضر، أزرق، صار موجود، أو أورانج موجود كتير بالأعراس. بالنتيجة هذا يعني هيك صيف وفرح، ما
ضروري واحد يضل موجود بالابيض ابدا. يعني كل شيء موجود، حتى اذا كان نحن اللون منه موجود للعروس بنقدر نغير له عليه، بنقدر نغيره بيتامل، لانه نحن لما بتاخذي ورق الخام بتلونيه بالمصنع عندك، بتلوني اللون اللي بدك اياه وبتقصيه وبتزينيه وبتحطي الورده اللي انت بدك اياها. لما تختاري الورده من قص لك اياها ومنحط لك اياها، هيدي بيكون من نحن عاملينها، ميزتنا عن غيرنا وهي اطلقتنا. ولما بنكون كمان حتى بالشوكولا، اذا كنا عاملين الخلطه هيدي البروسيت تبعنا وخلطتنا نحن وفيها تعدد حشوات قد ما بدك، حتى بالديسبلاي عند العروس صارت بتحب تحط الدارك شوكليت. هلا اكيد عندنا تشكيله كثير واسعه من الشوكولا نحن بنعملها بالمصنع، صاروا عم بيروحوا على الحشوات كمان اللي هي منا كلاسيك ابدا. ايه؟ لما بتكون في بالديسبلاي بلوزيغ ارتيكل كذا كذا بوكال بدك تحطي فيه، صارت العروس عم بتحط الحبه اللي هي بتحبها عدا عن الحبه الاساسيه اللي بيكون فيها الكسر اللي هو كثير بحبوه الاشخاص تطرد كل الازواج. هون بالبوكال بتحط اللي هي بتحبه، ان كان من البسكوتين او كان من الدارك شوكليت، الالموند مع الكروكان، في عندك عده طعمات يعني بدهم حلقه كامله. أيه لحتى مزبوط تشوف مزبوط عم بيروحوا على الاشياء الغريبه اليوم، تشيز كيك، بسكوت وراحه، بسكوت وراحه اللي هي موجوده عندنا دائما، فيونتين، الاشياء الشوكولا مع البهارات مع نتفه حر كمان. هذول كان لهم حلقه ثانيه مع ديجستاسيون صار بدها. ميرسي لكم، يعطيكم الف عافيه، ان شاء الله نشوفكم الاسبوع الجاي معنا نقال راد بعالم الصباح. ميرسي لكم. مشاهدينا رح ناخذ كمان مره بريك صغير، وخليكم معنا حتى نتابع فقرات. ستاند باي 5 4 3 2 1